فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان أحد الزوجين تصيبه حالة نفسية ويزول عقله عندها وعرف ذلك الآخر بعد الزواج، فهل يكون هذا الأمر ملزما بالفسخ؟ له الخيار. نعم، إذا كان ما علم عند العقد بهذا وعلم فيما بعد فله الخيار. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.